أنا اسمي حضرتك رمزي الشهير بأبو الرماميز، 30 سنة. يعني شغال، تقدر تقول عليا يعني كده مشارك في بازار يعني. المهم أنا عايز بقى دلوقتي إيه عروسة من العرايس اللي عندكم في المجال، اللي هي اسمها المعزة الشمطاء. المهرة الشمطاء؟ أيوة، اللي هي طلباتها دي، أنا عايزة شاب طيب وسيم ومكسور الحال. لا انترفيو؟ لا أنا الحمد لله بقيت كويس، ربنا يخليك كتر خير. إيه مقابلة شخصية يعني؟ لا أنا الحمد لله كويس يعني، مقابلة حاضر. أنا بحسبك بتسأل على دور البرد بتاع امبارح. طيب لا، هو ده الرقم بتاع البازار بتاعي، يعني حضرتك ممكن ترنيلي في أي وقت، ما تتعبش نفسك يعني، وأنا هتصل بحضرتك على طول. يلا تصحبك السلام. السلام. بازار ايه اللي بتاعك يالا؟ بازار ايه اللي بتاعك؟ انت بتكلم مين؟ انت بتنصب على حد يالا ولا ايه؟ دولة دي كدبة يا عم بيضة كده اهو بقى، عشان اتجوز بقى يا دولة. هو انت ما نفسكش بقى اتجوز واخلف لك بقى قرود صغيرة كده تقعد تتنطط هنا في البازار؟ تخلف لي انا قرود؟ ليه يعني؟ وبعدين ما كفايه الشمبانزي اللي عندي، هقلبها جنينه حيوانات؟ ومين بقى اللي اتصت في نظرها دي وفكرت انها ممكن تتجوزها؟ ايه رقصه؟ دول كتير جدا اهو يا دول، المجله دي بقى مليانه عرايس بقى يستمنوا بس واحد زي حالاتي كده. انت ممكن تختار عروس؟ سيبك من رنك. المجله اساسا اسمها مصيبه يا معنوسه، هتبقى عروسه، دي شتيمه يا ابني. وفين العروسه اللي انت اخترتها؟ أحلى واحدة فيهم، اللي هي المهرة الشمطاء. المهرة الشمطاء؟ مسمية نفسها المهرة الشمطاء؟ وانت بقى مسمي نفسك ايه يعني؟ يعني اكيد مسمي نفسك غراب البين صح؟ بطل هزار بقى، اهي اللي طالبة شاب طيب ووسيم. يعني هي طالبة حاجة كذب وانت ردد عليهم ككذب برضو، وطالبة كمان بقى واحد مكسور الحال. يا دول مكسور الحال اسمها ميسور الحال، يعني غني يعني معاه فلوس. بلا بتاع بقى، هي دي حاجات تهم يعني الستات؟ ده العروسه اول ما هتشوفني كده هتقول الحمد لله انا واخده راجل يعني. بلا التفاهه دي. التفاهه دي عليك انت. لا على الفلوس يعني اللي مش معايا، لكن انا لا. انت عبقري يا ده رمزي، عبقري. لا بجد. طب دول انا ممكن بقى اطلب منك طلب؟ لا طبعا. دول بص، انا في بكره بقى ان شاء الله كده في يعني مقابله شخصيه، فانا عايزك بقى تيجي معايا بقى. ما هو انت بقى مش انت راجل العيله وكبير العيله بتاعتنا كلها، وكنت طالب بقى طلب تاني كده بس من غير ضرب يا دول. يا ابني انا خلاص امنت الحمد لله ان انت عباره عن ابتلاء من ربنا. اكيد انا عملت حاجات غلط كتير جدا في حياتي، فربنا بيعاقبني يعني. اتفضل. ومن غير شتيم. اخلص يا حيوان. كنت طالب بقى انك لما تيجي بقى معايا ان شاء الله في المقابله دي تقول لهم بقى ان انا شريكك في البازار. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. رفيق الزهار صاحب ومدير الشركه. اهلا وسهلا. عادل سعيد صاحب بازار وشاعر كبير يعني. الاستاذ رمزي شريكه في البازار وفي الشعر، واكتر واحد ممكن يكسر تماثيل في الدنيا دي كلها. مدهش. انت مدهش، انت اختراع يا كوتش. يا استاذ رمزي انا مكتشفك من مكالمه امبارح. بقول لك ايه، ما تسيبك من موضوع المهره الشمطاء دي وتشتغل معايا. ايه؟ طب اشتغل مع حضرتك ايه يعني؟ هتشغلني خطبه؟ لا خطبه ايه، لا هتشتغل معايا عريس. ده انت هتبقى عره العرسان. لا عريس ايه، ما ده بص حضرتك ما ينفعش يشتغل. ده لو اشتغل معاك هنا هو في المكتب هيقفل لك المكتب في ظرف يومين، هيجيب ظرفه. ده رمزي ده كنز يا استاذ عادل، انت مش مقدره. ده فرخه كل يوم ممكن تبيض لك بيضه ذهب. ايه ده حضرتك من ذوات الاربع يعني، لا يلد ولا يبيض. بس ما تقولش تحقد كده هون يعني علشان اشتغل. يعني حضرتك قول له يا استاذ شفيق ان انا يعني منجع دهب يعني، ممكن كده بقى يستغلني كويس بدل التماثيل والبتاع اللي عنده ده. يا سلام، بدل التماثيل والبتاع اللي عنده. صدقني يا استاذ رفيق، حضرتك يعني لو شغلته معاك مفيش عروسه هتدخل عندك المكتب، ده ما حدش يقدر يطيقه سيادتك يعني. هو ده المطلوب، هو ده انا بدور عليه يا استاذ عادل. قول له يا استاذ وفيق، قول له ان انا منجع ده بدل ما انا مدفون كده هو عنده في البازار، والتماثيل اللي من غير هدوم ده ايه ربنا. حضرتك ده بجد لو اشتغل معاك ان هو في المكتب، بص يعني ممكن يجي لك بقى ايه اي حاجه، لا اما شلل لا اما يعني ضغط لا اما سكر، اي حاجه من دول انا عارفه كويس يعني. طيب ده غير ان انا هديكوا 250 جنيه في كل طلعه.
250 جنيه في كل طلعه. استاذ رفيق انا موافق حتى لو حضرتك يعني نصاب. انا اسف يعني. يعني ايه حضرتك قصدك بتقول اديكوا يعني كل واحد 250؟ حضرتك انا راجل متجوز يعني مخلف، ما ينفعش اخش معاكم في اللعبه دي. لا مش شرط تبقى عريس، ممكن تبقى اي حاجه تانية. يعني ايه ابقى عروسه يعني؟ انت بتصدق بالله دي دولة؟ والله انت هيبقى شكلك مسخرة وانت عروسة وبالفستان بتاع الفرح والطرحة كده بقى. يا سلام. وامسك الشمع وتولعني في الطرحة. لا يا جماعة مش للدرجة، انت ممكن تبقى اخو العريس صاحبه. ها اديكوا بقيه البيانات سوفت كوبي ولا هارد كوبي؟ لا حضرتك انا يعني عامل دايت. ما شاء الله واضح ان الذكاء في عيلتكم وراثه. طبعا زي ما النصب في عيله حضرتك وراثه، يعني حضرتك بتاخد من كل واحد 1000 جنيه وبعدين تجيب له عريس مضروب عشان هم اللي يعتذروا، يبقى العيب مش من عندك من المكتب مش كده؟ رمزي مش فاهم حاجه طبعا. بناخد 250 جنيه في الطلعه يا دوله. ماشي 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 احنا موافقين، بس عشان العرايس كتير في البلد واكيد المعدل بتاع 4 ستات قدام راجل ده اللي بيخليهم ييجوا يتهفتوا على المكان. السلام عليكم. انت زفت رمزي، ايه اللي اخرك؟ وفين زفت الورد؟ ما ده كله دول عند بتاع الزفت الورد. وفين زفت الورد؟ ما هي دول على الزفت الترابيزه اهي. دي زفت ورد دي؟ ايوه دول، ما هو امبارح كان الفالنتاين، كل الناس خدوا الورد من عند بتاع الورداتي فما فضلش غير دي. جايب لي صبار؟ الناس جم، الناس جم، موعدهم مظبوط. اهي انت مش هتكتب حاجه على القبر كده دول؟ هكتب هوريك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا يا استاذ رمزي. لا حضرتك انا الاستاذ عادل، ده رمزي بس من غير استاذ. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا استاذ رمزي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تعالي صح. اسحبي لي الكرسي، اسحبي لي الكرسي. اتفضلي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. منورين. نوره. اهلا يا استاذ رمزي، بنت الدكتوره مهتاب. اهلا يا حماتي. احنا جايين النهارده القعده دي لمجرد التعارف. اهلا وسهلا. دول انت نسيت برضو تشيل الرنه بتاعت العرسه بتاعت الموبايل. وعلى كده بقى شقتك فين يا استاذ رمزي؟ ايوه شقتك فين؟ هي دولة بقى. هي الشقة موجودة يعني، بس الشقة دي مش كل حاجة، لأن ممكن يعني واضح دكتورة ومثقفة ومتعلمة. أهم من الشقة إنها تتجوز واحد يقدر يحافظ عليها، مش يمرمطها ويتلاقي البوليس بيكبس في انصاص الليالي ويجرجرها من شعرها. وطبعا دي لو دخلت بالصوت ده أي سجن هتتبهدل هتتبهدل. وأنا أقول لهم على المؤهلات بتاعتي يا دول؟ هو بقى رمزي ده يعني معهوش أي مؤهلات، ده هو يا دوبك ساقط أولى معها التمريض. حضرتك بسم الله ما شاء الله زي القمر، ما فيكش غلطة يعني، بس something wrong. حضرتك ليه وقفت عند دبلوم التمريض وما كملتش تعليمك؟ ايه ده طلعت هي الرنة يا دول. لا اصل انا بصراحة يعني 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 التعليم وتقسيمتها هنا في البلد يعني يعني مش على قلبي. something wrong. تقصد منظومة التعليم؟ فعلا انا مهتاب دكتورة علاج طبيعي مش لاقي نفسي. غريبة جدا، مع ان يعني العلاج بالاعشاب ماشي موت في البلد. فعلا ماشي حلاوة، بس حضرتك something wrong. حضرتك ايه علاقة العلاج الطبيعي بالعلاج بالاعشاب؟ حضرتك شكلك هومليس كيس ولا ايه؟ هو انا فعلا شكلي دكتور، بس هو انا يعني ساقط تمريض حضرتك يعني. انا اسف جدا، ثانيه واحده بس. انا اسف. الو. ايوه تمام، كله ماشي مظبوط، رمزي بيطفشهم يا معلم. ما تقلقش. سلام سلام. اشربوا ايه بقى؟ مفيش جواز، يلا اتكل على الله. وبنتك. الو. ايه يا معلم كله تمام؟ مية مية. مفيش جواز واتكل بقى على الله. يلا. الو. كله تمام. ايوه. مفيش جواز واتكل على الله. يلا. هايل هايل،
انتوا نجحتوا بطريقة أنا نفسي ما توقعتهاش صراحة. يعني رمزي مفيش أنا قلت نلعب في الكراسي، مفيش عروسة بتطيق تقعد معاها ثلاث دقايق وتطفش على طول يعني. ما شاء الله ما شاء الله. دي بقى يا سيدي صور العرايس الجداد، شفيقة ومتولي. شفيقة ومتولي ولاد المعلم قتل، أكبر تاجر خضار في سوق العبور كله، أمنية حياته إنه يجوزهم. الله. أيوة بس حضرتك إيه 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 هم فين؟ حضرتك دول عروستين يعني، حضرتك بتقول واخوات، ما ينفعش رمزي يتجوزهم هم الاثنين يعني. لا ما دول محتاجين عريسين يا استاذ عادل. عريسين؟ الف مبروك يا دول. ها ايه رايكم في الامامير؟ امامير؟ امامير يا امامير ايه؟ انت ما بتشوفش العيال دي وحشه وحشه. يا بنتي يا بنتي انتوا قربتوا تتبالوا يا بنتي، حرام عليكوا. وبعدين ده البرقوقه دبلت في ايدك يا شيخ، حرام عليكي. اقول لك على حاجه يابا، اقسم بالله انت ما طايقنا، ما طايقنا في قلب الشقه. عارف ليه يابا؟ عشان نفضنا الولا رمانه والولا اسمه مشمش. لو مشمش ده بالذات لازم يترفض، ولاد المعلم برقوق. احنا مش هنتجوز. وانتوا لاقيين اصلا يا بنتي؟ مش المعلم قتل اللي يتقال له؟ لا والفرح هيكون الاسبوع الجاي في السوق، وده اللي انا قلته هناك عشان نغيظ المعلم برقوق وعياله. يابا يابا ده نايله من بلابيعه احلى منهم بكتير. صح. وبعدين الواد ابو نضاره ده بقه كبير قوي. ايه ده؟ حوش حوش يالا، البت ميه دياب خلاص. يا بنت يا بنت انتوا وصلتوا للعمر ارخمه ولازم اجوزكم. يا بنت حرام عليكم. ابا انت مش فاكر ام الله يرحمها يابا؟ فاكر يابا؟ فاكر لما قالت لك البت متولي تتجوز دكتور والبت شفيقه تتجوز مهندس كمبيوتر؟ فاكر يابا؟ هو انتوا لاقيين اصلا مسطره تي ولا كيبورد يبص في وشكم؟ وبعدين انا ما صدقت حد يشوف صوركم ويرضى يوافق ويقابلكم. ودي له حاجه نمشي معاهم شويه يعني نصرمح. يعني نمشي معاهم مثلا نخرج ونقعدوا نتكلموا مع بعض يعني قيمه شهر كده ولا لا؟ في شهر ولا خروج ولا صرمحه، الفرح الاسبوع الجاي في قلب السوق علشان نغز المعلم برقوق وعياله. الله شكله قوي. تاخدي ده ولا ده؟ اي حد. لا بس يعني خدي انت ابو كروات، انا ما بحبش الكروات. انا ما عنديش اي مشكله. معلم صحيح، هو انت اسمك أتا ده اسمك الحقيقي ولا ده مثلا فعل ولا مضارع سالم ولا ايه؟ لا ده اسم شهره طبعا. وفي حد اسمه أتا؟ كنت خدت التريقه من هنا للصبح. انا اسمي الحقيقي قلقاسة. سبحان الله يا معلم، والله سبحان الله، قلقاسة دي لايقه على دماغك اكتر من أتا. والله مناخيره انا شبه الليمونة. المعلم ليمونة. والمعلم شبت. بص والأوانس بقى أسماءه فعلا شفيقة ومتولي ولا دي أسامي شهرة برضه؟ أوانس. شفيقة. منور يا معلم. دي أساميهم الحقيقية، أصل أمهم الله يرحمها بقى ولدتهم في السيما في فيلم شفيقة ومتولي. وبعدين يا بنت ميتو ايه شكل ابوكي كده هيدبسنا في العيال السيس دول؟ وبعدين نايلهم بلابيعه كانوا احلى، على راي المثل لو وقعتي في عيل سيس كل البنات هطهيس. نايلهم بلابيعه ايه؟ هبله انت يا هبله، دول كانت عيال معفنه. الاساتذه بقى شغالين ايه؟ حضرتك يعني يا معلم انا عندي بازار. لا اله الا الله. امينك تتجوز عادي عندك بازار؟ لا اله الا الله. بازار هو انت فاكره مرض؟ لا ده مش مرض حضرتك يعني. بازار لا ده زي محل كده بنبيع فيه تماثيل وبنبيع فيه ورق برد، بس ما بنبيعش، قاعدين عطلانين يعني. ايوه قوي. ايوه والاستاذ بقى شغال ايه؟ الاستاذ ربنا يكبر بخاطرك يا معلم قلقاسه. ده يا سيدي مش شغال يعني، عاطل. هو عموما بيشتغل معايا في البازار، وظيفته ان هو يكسر التماثيل ويقطع ورق البرد. لا خلاص بقى نجيب له ورق عنب مكان ورق البرد. مرة ياكل يعني. قال قول لي بقى، هو الشقة بقى بتاعتكم نظامها ايه؟ لا شقة ايه؟ احنا حضرتك ما عندناش شقق خالص. احنا ما عندناش شقق، احنا يعني قاعدين في الشوارع ما عندناش شقق. وبعدين يعني دولت مش عايزين شقق عاديه يعني، دول عايزين بقى جبلايه نبنيها لهم كده ويعيشوا بقى ويتنططوا فيها براحتهم. ما عندكوش شقق؟ اه مش المعلم قتل اللي يغلب في شقه؟
شكلنا هندبس يلا. خليك معايا يلا. خليك يعني خلاص يعني الشقة ما دام المعلم هيتصرف فيها حضرتك. احنا يعني بالنسبة للشبكة احنا ما عندناش شبكة. وبعدين دول مش عايزين شبكة عادية يعني، لا دول عايزين بقى اللي هي بتتلبس في الايدين دي، الكلبشات ده هي، ودي بتبقى كمان غالية. ما عندكوش شبكة؟ لا. مش المعلم قتل اللي يغلب في الشبكة؟ وبعدين يلا احنا كده شكلنا هنروح في ال هنمشي من هنا ازاي دول؟ مش عارف بس لازم نتصرف. نخش عليهم. طب يا معلم، بما ان احنا ما عندناش شقه ولا عندنا شبكه، وحضرتك قلت هتحل موضوع الشقه والشبكه، معناش حتى نصرف عليهم لان ما عندناش شغل يعني حضرتك، يعني هيبقى ايه الحل يعني؟ يبقى الفرح الاسبوع الجاي. وبعدين يا رفيق بيه هنعمل ايه؟ الفرح دلوقتي بكره والراجل مصر على الفرح ومجهز لنا كمان زفه بحنطور. والنبي يا دولا نروح يا دولا والنبي، انا نفسي اركب الحنطور قوي يا دولا. بس بالبنيه وفي حنطور وشك، انا مش ناقصك. انا دي بالنسبه لها تبقى فضيحه كبيره جدا، ده انا مراتي ممكن تضحي بيا في العيد. يا جماعه انتم مكبرين الموضوع ليه؟ ما تروحوش الفرح وكرسي في الكلوب وفص ملح وداب، فين المشكله؟ مشكله ايه؟ الراجل عارف عننا كل حاجه، عارف عنوان البازار ده، عارف حتى مقاسات جزمنا. انتوا اتجننتوا؟ انتوا ازاي تديله مقاسات جزمكم؟ الجزمه ده هو اللي اداله المقاسات. الله يخرب بيت المعلم قات على المعلم برقوق، على المعلم رمان، على كل الفاكهه. ترد يا عم بقى على التليفون بقى بتاعك يا ابني. مش تليفوني، وانا هشغل الرنه الهبله دي. المعلم قات، المعلم قات دول. رد عليه، رد عليه. رد عليه. لا لا فهمه يلا ان احنا تجار اثار، ان احنا تجار مخدرات، تجار سلاح يلا. دولا رد انت، رد انت. ماليش دعوه. دولا يا معلم قات، بتكلمني ليه على التليفون الشخصي بتاعي؟ ها فرح انت يا معلم قات؟ يالا مفكر بناتك دولا تتعمل لهم افراح؟ دول اخرهم يتعمل لهم صوان على المقابر. يا اوعى تعلي صوتك، انا بحذرك اهو، احنا ما بنخافش. يا اما قسما بالله اجي اخد منك يا معلم قد قطمه. بس انا لحم مر. يا عم على نفسك، لحمك مر. بقولك ما تزعقش، انت ما تعرفش رمز ابو الرماميس. انا يالا اكبر تاجر خضار في السوق. طب ما احنا اكبر تجار اثار مهربة في السوق. عادي يالا، انت بتسلم نفسك تسليم عالي. اوعى تشتم، انا بقولك اهو اوعى. ها حسك عينك، انت ما تعرفنيش. يا اما هاجي والله اعملك سلطه كده واخرطك في السلطه. اقولك ومن غير سلام عليكم. السلام عليكم. انت عارف يا ياض ان انا ممكن اعملك فروض صلاح؟ مش خايف؟ خايف. عليكم السلام. ايه ده؟ مين دول؟ مين انتوا؟ مين يا اساتذه؟ وعايزين ايه؟ مو مسكينك كده ليه يا رمزي؟ براحتكم. ايه بس في ايه؟ مؤاخذه يا هوانم، احنا جايين ناخد امانه من هنا ونمشي على طول. امانه؟ هما ماسكينك من قفاك ليه يا رمزي؟ ما تنطق انت ياض. فين ابن عمك ياض؟ بدل ما اعمل معاك زي ما عملوا في فريد شوقي في فيلم السوق وحطوه في الثلاجه. لا 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 حضرتك، يعني انا قفلت حضرتك يا معلم انت؟ انا هقول على كل حاجه. خد يا ده، انت خد انت اللي دول بسرعه يلا من جوه يلا. عم علي، عم علي قريبك طلع حرامي جدا. عم علي، عم علي قريبك طلع حرامي جدا. حرامي جدا، حرامي جدا. اهو طلع الواد ده، هاتوا الراجل ده من ايه يا راجل انت؟ ايه في ايه؟ دي الاصول اللي انت بتتكلم عليها؟ في
في حد يخش البيت كده بدون استئذان يا اخي خلي عندك شويه دم، وبعدين عايز اعزل ابني في ايه؟ يا مرات عمي ما احنا خبطنا يا مرات عمي. لا وهنتكلم بقى في الاصول، فالراجل ده وابنك يا هانم متجوزين بناتي ومزوغين. انت راجل كذاب، عايزك تقولي انا مش متجوز حد غيري انا يا معلم فته. يعني ايه؟ يعني ايه انا جوز بنتي هتجوز غير بنتي؟ بس بغير انا ادغدغك يا معلم بطه. بقول لكم ايه؟ ادي الدعوه علشان نخلص خالص، فيها صوره عود الكرات ده وبناتي وبناتي وعادل ده. ايوه بس قطعها. ورينا ايه دعوه الفرح؟ ايه ده فعلا في عروسه وعريس، والعروسه اسمها متولي اتا؟ يعني لو خلفوا بنتي سموها خياره؟ يعني انت خدت بالك من اتا وما خدتيش بالك ان اسمها متولي؟ متولي متولي متولي. بابا كده يا عادل، كده يا عادل تخوني وتتجوز عليا متولي؟ يا عادل متولي يا عادل. رانيا هفهمك بس يا رانيا، اصل الموضوع فيه سوء فهم، وخصوصا بعد ما قابلت يعني المعلم قطه. ايه ده هتفهمها لسه؟ مفيش هتفهمها. لا وانتوا فاكرين ان انتوا الاثنين هتعملوا عليها رباطيه؟ ده انتوا بتخشوش ذمتي بربع كيلو طماطم جملي معفاصة. الله ده انتوا اخركم جزء بغال مش جزء ارسال. حضرتك انا قاعد ساكت من الصبح وما اتكلمتش، ومش متجوز زي دول ابن عمي يعني ممكن اتجوز المعلم برقوق كمان لو حبيت. حضرتك يعني بس افهمك، هو مش متجوز انا متجوز، وزي ما انت شايف كده لا يعني مسؤول عن ست ستات والبتاع ده. يعني حضرتك يعني معلش انا اسف انا اسف. لا مش المعلم قتا اللي ياخد حد من مراته. صح. انا هاخد منك اغلى حاجه في حياتك. ايه؟ لا لا ضرت عينك. لا القره المجنونه. لا 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 انا هاخد رمز ابن عمك واسيبك من ست الستات دول. مش موافقين؟ موافقين. دول خدوا يلا يا عم دول. انت ايه؟ خدوا يلا يا عم. انت مش هتنقذني يا دول. يلا يا رمزي. يلا رجاله. يلا يا يلا رجاله. Ha 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 ha!